أهلا بكم مرة تانية ونشرة مفصلة لأحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وفي فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. ده غير إنه في نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر بالنسبة لحالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار الطقس ايه النهارده دكتوره منار؟ احنا طبعا اليوم مستمر معانا انخفاض درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه، لان العظمى اليوم على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب تاثرنا بمصادر كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحمي جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، خاصه في محافظات شمال البلاد. والطقس هنحس بيه خلال فتره النهار طقس شتوي معتدل ومائل للدفء على اغلب المحافظات الشماليه مرورا بالسواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل بتكون ما بين 12 و13 درجة مئوية، أجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن اليوم في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده في أغلب محافظات الجمهورية هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره واحساسنا بالبروده خلال فترات الليل، بالاضافه كمان مع المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه في فرص لسقوط الامطار، والامطار دي هتكون امطار ما بين المتوسط والخفيف على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري. ايضا الامطار هتمتد امطار خفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري مدن القناة، وممكن تمتد كمان لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكن الأمطار في المناطق الداخلية فرصتها ضعيفة. مجمل الأمطار إن شاء الله مش هيأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهيكون على فترات متقطعة من اليوم. انخفاض درجات الحرارة ده متوقع أنه هيكمل معنا غدا إن شاء الله الاثنين، مع يوم الثلاث تبدا مصادر الكتل الهوائيه تختلف وتكون قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فنبدا نحس بالارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره، والارتفاع ده هيكمل معانا ان شاء الله لنهايه الليل. تمام. طيب دكتوره منار، ايه المناطق اللي هيكون فيها اتربه ورياح مثيره للرمال؟ اليوم الحمد لله معظم مصادر الكتل الهوائيه قادمه من مناطق يعني على البحر المتوسط، مش هيكون معاها اي اتربه ورمال مثاره الحمد لله، لكن وارد جدا الاتربه والرمال المثاره تتكرر في اي يوم من الايام القادمه، لكن ما فيش اي اتربه ورمال مثاره على الاقل في 72 ساعه القادمه باذن الله. يعني يمكن حضرتك دايما بتشددي وبتاكدي يا دكتوره منار على ان الفتره اللي احنا فيها دي فتره تقلبات جويه، ويا ريت الناس ما تبداش تخفف في الملابس. وبنسمع كلام حضرتك، يعني انا كنت يوم الثلاث اللي فات في الاسماعيليه الصبح كان الجو حر والناس لابسه صيفي، بالليل كان في امطار ورعد وتلج، كانت اول مره اشوف تلج بيتساقط في الاسماعيليه. يعني الفتره اللي جايه دي هنفضل لامتى في فتره التقلبات الجويه، خاصه ان احنا داخلين على شهر رمضان ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. طبعا كل سنه كل سنه وحضرتك طيب، كل المصريين بخير يا رب. هو طبعا الفتره دي هتستمر فتره تقلبات جويه على الاقل مع النص الاول من فصل الربيع، لان احنا متوقع خلاص البدايه الرسميه لفصل الربيع يوم الثلاثاء القادم 21 مارس هتبدا فصل الربيع، لكن دايما النص الاول من فصل الربيع بياخد بعض سمات فصل الشتاء اللي هي التقلبات الجويه، الجو الدافي بالنهار والبارد خلال فترات الليل. فعشان كده احنا بناكد وبنحذر بلاش تخفيف الملابس خلال فترات الليل، حتى لو خففنا فتره النهار فترات الليل دايما يكون معانا جاكيت، ما
خاصة كمان مع دخل رمضان الناس هتبدأ تخرج بالليل، صلاة التراويح تكون بالليل، فناخد بالنا من فترات الليل، لازم دايما في ملابس شتوية خلال فترات الليل، دايما كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل فترة السحور، ناخد كمان بالنا كمان من الرؤية الأفقية على الطرق فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية، لازم تكون القيادة بهدوء تام. مهم جدا في الفترة دي لازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية، لأن بالفعل التقلبات الجوية حادة وسريعة، التغيرات بتبقى سريعة جدا في خرائط الطقس وفي الأحوال الجوية في اليوم الواحد، فمهم جدا يوميا نتابع النشرة الجوية. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على هذه النصائح الهامة. تعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. درجات الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 20 والصغرى 12، وفي العاصمة الإدارية أيضا العظمى 20 والصغرى 12. في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12، وأيضا في العلمين الجديدة العظمى 19 والصغرى 12. في مطروح درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، وفي دمياط العظمى 20 والصغرى 13. أما في بورسعيد فالعظمى 20 والصغرى 13، وفي الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى هتكون 12. لو رحنا للسويس درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13، في العريش العظمى 21 والصغرى 12، وفي كاترين درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 3، وفي طوبة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13. أما في حلايف فالعظمى 26 والصغرى 16، وفي شلاتين العظمى 27 والصغرى 16. في شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15، وفي الغردقة العظمى 25 والصغرى 16. نروح للفيوم العظمى 22 والصغرى 11، وبني سويف العظمى 22 والصغرى 11. أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 9، ولكن في أسيوط العظمى 22 والصغرى 10. في سوهاج العظمى 23 والصغرى 11، وفي قنا العظمى 25 والصغرى 13. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13، وفي أسوان العظمى 27 والصغرى 14. أعزائنا المشاهدين دلوقتي خلصت نشرتنا الجوية، وهنرجع تاني لبسنت ومصطفى لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.